فيلمنا بيبدأ مع المحامي جيني بيل وهو بيقرأ للتوأم سيمون مروان وجان مروان وصية والدتهم المتوفية نوال مروان. تنص الوصية ان كل ما تملكه امهم هيتم تقسيمه بالنص بينهم، وانها تتحط في القبر بدون تابوت عارية ووشها للارض، ومفيش اسم يتنقش على قبرها، وان في ظرفين في الوصية، الاول يتسلم لجان ومطلوب منها تدور على والدها وتسلمه له، والتاني لسيمون ومطلوب منه يدور على اخوه يسلمه له. ولما يتم تسليمهم ساعتها ممكن انهم يكتبوا اسم والدتهم على القبر حسب وصيتها. وبيسلم المحامي ظرف تاني لجان فيه السلسلة بتاعت والدتها وجواز السفر بتاعها، وبكده تكون وصيتها خلصت. وبيعترض سيمون على الوصية وبيسيب المحامي ويمشي، وبتنزل اخته وراه وبتقوله انها قررت انها لازم هتنفذ وصية مامتها. وبتلجأ جان للدكتور نيف اللي شغالة معاه وبتحكي له عن والدتها ووصيتها، وبيقترح عليها الدكتور انها تدور على نقطة البداية علشان تبدأ في طريق البحث عن والدها. فبتقوله ان والدتها كانت دايما بتتكلم عن قرية ديروم في منطقة فؤاد، وبيديلها الدكتور نمرة مدرس في جامعة درش اسمه سعيد حيدر وانه ممكن يساعدها. وبتفتكر جان الايام الاخيرة لوالدتها اما كانت معاها ومعها لحمام السباحة، وفجأة بقت ساكتة تماما بدون سبب واتنقلت المستشفى وبعدها توفت. وبنبدأ بقصة نوال واللي بتبدأ مع محاولة هروبها من بيتها مع حبيبها، لكن اخوها بيعترض طريقها وبيقتل حبيبها قدامها وبيرجعها تاني للبيت. وبتدخل في مرحلة اكتئاب طويلة وبتبطل اكل، وبتحاول والدتها انها تخفف عنها ولكن بيتضح انها حامل. وبيجي وقت ولادتها وبتخلف ولد، وبيتم وشمه بثلاث نقط في رجله، وبيتاخد منها الطفل وبيتسلم لست عشان تحطه في دار ايتام. وبنرجع تاني لجان بعد ما بتوصل مدينة درش، وبتروح جامعة والدتها عشان تقابل الدكتور سعيد حيدر، ولكنه ما بيفيدهاش بحاجة بسبب انه كان مسافر باريس فترة دراسة والدتها في الجامعة. وبتلجأ جان لشؤون الطلبة وبتديهم صورة والدتها واسمها، وبيتعرفوا على المكان اللي كانت فيه نوال اثناء التقاط الصورة دي، وهو سجن في جنوب البلاد اسمه كفر رياد. وبنرجع لنوال بعد مدة طويلة اما بتتنقل لدرش وبتدخل الجامعة، ولكن الوطنيين بيغلقوا الجامعة وبيقفلوا المدارس، وبتقرر انها تدور على ابنها، وما بيبقاش في المدينة كلها الا دارين ايتام بس، وبتعدي الحدود بحجة انها رايحة تدور على جوزها. وبتوصل دار الايتام وبتلاقيه ان كله بنات، وان الولاد انتقلوا لدار الايتام اللي موجودة في كفر الخوت من 3 سنين. وبتعرف ان الدار دي تعرضت للقصف ولكنها بتروح له برضه، وفعلا بتلاقيه بقى رماد. وبتسأل الراجل اللي هناك عن الولاد اللي كانوا هنا راحوا فين، وبيقولها ان اهل المدينة ممكن يكونوا خدوا الولاد وطلعوا على المخيم درسي قبل القصف. وبتحزن نوال وبتخاف يكون ابنها مات او حصل له حاجة، وبتركب نوال اتوبيس رايح المخيم درسي، ولكن بيوقفهم جنود من الميليشيات المسيحية وبيقتلوا السواق وبيخلصوا على كل اللي في الاتوبيس لمجرد انهم مسلمين. وبتطلع نوال الصليب للجنود وبتقول لهم انها مسيحية، وبيسمحوا لها انها تمشي، وبيقتلوا قدامها طفلة من الاتوبيس وبيولعوا فيه وبيمشوا. بتستمر جان في رحلتها وهي بتدور على طريقة توصل بها لابوها او اي اخبار عنه، وبتروح القرية اللي كانت عايشة فيها امها وبتسأل ان كان حد يعرف والدتها من خلال صورتها، وبيدلوها على دار سهى وانها ممكن تكون عارفة امها. وبتروح على الدار وبتسألهم عن اي حد يعرف ابوها او امها نوال مروان، وبيبدأوا يشدوا مع بعض بسبب اسم نوال وانها كانت السبب في فضيحة وعار لعيلتها كلها، وانهم سابوا بيتهم بعد فضيحة نوال. وتكملة لرحلة نوال وهي بتدور على ابنها، وبعد ما بيقتلوا الطفلة قدامها وبيولعوا في الاتوبيس، بتكمل رحلتها لحد ما بتوصل لمخيم درسي اللي بتلاقي النار ماسكة فيه، وبتفقد الامل انها تلاقي ابنها، ولكنها بتقرر انها تنتقم من قائد الميليشيات المسيحية. وبمساعدة الجماعات المعادية للقائد بتقدر تدخل بيته كمدرسة للغة الفرنسية لابنه، وبيجي لها تليفون خلال الليل بيأمرها انها تنفذ، وتاني يوم بتنفذ عملية قتل قائد الميليشيات المسيحية داخل بيته، وبيتم القبض عليها ورميها في معتقل كفر الريات. وبتتحرك جان بنت نوال على منطقة كفر الريات، وبتلاقي السجن تم إغلاقه تماما بأمر من منظمة العفو الدولية، وبتوصل لحارس السجن وبتعرفه انها بتدور عن اي معلومات عن والدتها وبتوريه الصورة. فبيتعرف عليها الحارس وبيقول لها ان دي السجينة اللي كانت بتغني رقم 72، وكانت هي اللي قتلت قائد الميليشيات واتسجنت لمدة 15 سنة، وان قد ايه كانوا بيحاولوا يكسروا عزيمتها باي شكل ولكنهم فشلوا في الاخر، لحد ما جاء ابو طارق اخصائي التحقيق واللي اختصبها كذا مرة عشان يكسرها ويمنحها من الغنى، فبقت حامل من ابو طارق. وفضلت في السجن لحد ما ولدت وبعدها افرجوا عنها. وبتساله جان عن مكان الطفل اللي اتولد، وبيقول لها الحارس ان الطبيب اللي ولد السجينه توفى ولكنه عارف مكان الممرضه، وبيديها العنوان. وبتتصل جان باخوها سيمون وهي بتعيط وبتحكي له عن اللي شافته والدتهم، وان اخوهم اتولد في السجن ولازم يدوروا عليه. وبيظهر كميه المعاناه اللي بتكون فيها نوال وهي بتتعرض للتعذيب في زنزانه انفرادي، لحد ما بيجي ابو طارق وبتتعرض للاغتصاب منه اكتر من مره، وبيحصل لها الحمل في السجن، وبتحاول انها تسقط الجنين ولكنها بتفشل وبتولد في السجن. وبعد مكالمة جان لأخوها بيقرر سيمون انه يسافر لها ويساعدها في البحث عن ابوه واخوه، وبيجي
بيجي معاهم محامي ليلى ممكن يساعدهم بعلاقاته، ولكن جان بتكتشف ان اخوها جاي لها عشان يمنعها من البحث مش علشان يساعدها. ولكن جان بتقوله انها لقت عنوان الممرضه وان اسمها مايكا وهي اللي ولدت والدتهم في السجن وهيروحوا لها دلوقتي، وبيروحوا يقابلوها سوا بيسالوها ان كانت تعرف واحده اسمها نوال مروان، وبتجاوبهم انها فاكره نوال كويس وهي اللي ولدتها وربت اطفالها لحد ما خرجت من السجن وخدتهم منها، وانها خلفت في السجن ولد وبنت توام. فبيتصدم سيمون وجان لما بيعرفوا انهم هما اللي مولودين في السجن مش اخوهم، وبيلجأ محامي العيلة لمساعدة من صديقه مقداد اللي بيجري تحقيق لتعاقب مكان اخوهم ووالدهم، وبيقولهم انه بالنسبة للاب اللي اسمه ابو طارق فهو ملقاش اي شهادة وفاة ليه، وممكن تكون ضاعت في الحرب او يكون غير اسمه او سافر برا البلاد. اما بالنسبة لاخوهم ان لما والدتهم خلفت الطفل استلمته ست اسمها الهام، وهي اللي ودته دار ايتام في كفر كوت في 1970 وتسجل تحت اسم نهاد، ولكن الدار نفسه اتدمر بسبب الحرب بعد 4 سنين من دخول نهاد فيه، والقائد العسكري اللي دمر دار الايتام ده لسه عايش، وهو الوحيد اللي عارف مصير الاطفال اللي كانوا في الدار ايه، واسم القائد هو ولاء شمس الدين، وانه مش محتاجين ندور عليه لانه اول ما يعرف انت مين وابن مين هو اللي هيدور عليك. وفعلا بيروح سيمون والمحامي لمخيم اللاجئين في منطقه درسة علشان يسال اي حد هناك عن نهاد، وانه يقول ان ابنه السجينه اللي بتغني، وده كل اللي عليه، وساعتها الاخبار هتوصل للقائد ولاء شمس الدين وهو بنفسه اللي هيحاول يقابله. وفعلا بعد ما بيرجع سيمون الفندق بيلاقي 2 من رجاله القائد ولاء على باب اوضته، بيطلبوا منه انه يجي معاهم وانهم عايزين يساعدوه، وبيغموا عينه وبيوصلوه للقائد وبيطلب منه معرفة مكان نهاد لان اخوه، وان والدته طلبت في وصيتها انه يدور عليه ويلاقيه. وبيبدأ القائد ولاء يحكي له انه زمان هاجم قرية مسيحية في كفر كوت، وبسبب زيادة الهجوم على المنطقة دي اخد كل الاطفال اللي كانوا في دار الايتام وكان نهاد واحد منهم، ودربوا الاطفال وجندوهم، ونهاد كان موهوب وبيتعلم بسرعة، ولكنه كان عايز يدور على امه ويلاقيها باي شكل. وفي يوم طلب نهاد منه انه يبقى شهيد علشان صورته تملى كل الاماكن يمكن والدته تشوفه، ولكن القائد ولاء رفض، فسابه نهاد ورجع لدرش واصبح مستقل. ولكن في يوم اتقبض عليه وترحل على سجن في كفر رياد، وان نهاد اشتغل في السجن جلاد للمساجين. وبعد ما بيخلص سيمون كلامه مع القائد بيرجع للفندق وبيقول لاخته ان 1+1 = 2 وان ما ينفعش تساوي 1، فما بتفهمش جان قصده، فبيبص لها سيمون وبيقول لها ان 1+1 = 1 مع لحظه صمت بينهم، وبعدها صدمه على وش جان لانها بتكتشف الحقيقه وبتعرف ايه اللي حصل. وبنرجع للحظه نزول نوال حمام السباحه مع بنتها جان قبل ما تتعرض للصدمه اللي بتكون سبب وفاتها. بتنزل نوال حمام سباحه وبتلاحظ شاب قدامها وعلى رجله وشم الثلاث نقط اللي كانوا على رجل ابنها وهو طفل صغير، وبتطلع من حمام السباحه وبتتوجه للشاب ده وتقف قدامه، واول ما بتشوفه بتفضل ساكته وما بتتكلمش وبتسيبه وتمشي، وبتبدا صدمتها، وبعدها بيتم نقلها للمستشفى، وبعدها بتموت هناك. وبنعرف من تكمله كلام القائد ولاء لسيمون وهو بيكمل قصه نهاد ان نهاد قبل دخوله للسجن وقبل ما يشتغل جلاد غير اسمه من نهاد لابو طارق، وان نهاد اخوك هو ابو طارق والدك في نفس الوقت، وهو اللي اغتصب والدتك في السجن وما يعرفش انها امه، وهو حاليا عايش في كندا تحت هوية جديدة واسم جديد. وبياخد سيمون العنوان من القائد ولاء، وبياخد اخته وبيروح يقابل نهاد، وبيسلموا ظرف مكتوب عليه من نوال مروان، وبيبدأ يقرأه نهاد، وبيبقى مكتوب فيه ان نوال من اول لحظة شافته تعرفت عليه لكنها هو ما تعرفش عليها، وانها هي تبقى رقم 72، واللي سلموا الرسالة دي هم ولاده منها وهو ما يعرفهمش ولكن هم عارفينه. وبتقول له بعد ما تقرا الجواب ده افضل هادي، وانها دلوقتي بتكلم ابنها مش الجلاد، وان مهما حصل هتفضل تحبه، وده كان وعدها من لحظه ولادته، وانها متاكده من كلامها بسبب وشم الثلاث نقط على رجله، وانها بتحبه وهتفضل تحبه. وفي الاخر الجواب موقع بوالدتك نوال مروان السجينه رقم 72. وبكده يبقى وصيه نوال مروان تم تحقيقها، ويقدروا ينقشوا اسمها دلوقتي على القبر وتقدر ترتاح. واستلموا ظرف تاني من المحامي بعد اتمام الوصيه الاولى، وبيكون مكتوب فيه ان والدهم اتولد من بدايه حب، وانهم اتولدوا من بدايه رعب، وانها اخيرا وبعد وقت طويل تقدر ترتاح والحقيقه مكشوفه كامله. وبينتهي الفيلم وابنها نهاد الملقب بابو طارق واقف على قبرها بعد ما تم نقش اسمها على القبر.